مثال النادي الأهلي كابتن محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم جنبه، رامي ربيعه باك يمين، هيبقى محمد هاني باك شمال، هيبقى علي معلول وسط الملعب، علي ليانج وعمرو السولية، ووسط مهاجمين هيبقى وليد سليمان، حسين الشحات ومروان محسن وبادجي. محمد الشناوي حارس، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، الاثنين في النص محمود متولي وياسر ابراهيم، نص الملعب عمرو السولية وإلي ديانج، قدامهم قفشه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال اجاي، والمهاجم بادجي. الشناوي في الجون، عندك هاني على اليمين، وعندك معلول على الشمال، وعندك في النص ياسر ابراهيم وايمن اشرف، عندك قدامهم بقى عمرو السولية واليو ديانج، وعندك الشحات ممكن، وفي الهجوم مروان محسن. الشناوي في حراسة المرمى، على اليمين هاني، بعديه متولي وياسر ابراهيم ومعلول، قدامهم في نص الملعب السولية وديانج، قدامهم قفشه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال اجاي، قدام مروان محسن الظاهرة. محمد الشناوي جون، وهنحط مدافعين ايمن اشرف، وايمن اشرف ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، وهنحط باك شمال علي معلول، وهنحط ديانج وعمرو السولية في الوسط. محمد الشناوي في الجون، وبعدين محمد هاني وعلي معلول وياسر ابراهيم وايمن اشرف وديانج، وعندنا كمان اجاييه وقفشه وحسين الشحات. الشناوي واحمد فتحي وياسر ابراهيم محمود متولي وعلي معلول والسولية وديانج وحسين الشحات، وفي النص قفشه واجاي على الشمال وبادجي مهاجم. دي كانت تعليقات الناس في الشارع على التشكيله المثاليه للنادي الاهلي خلال هذا الموسم في الدوري العام، لكن نستعرض مع حضراتكم بالتاكيد تعليقات الناس ايضا، ولكن عبر السوشيال ميديا وصفحات القناه عبر السوشيال ميديا. محمد رفعت قال: الشناوي في حراسه المرمى، معلول ايمن، ياسر هاني في خط الدفاع، سوليه ديانج وسط ارتكاز، امامهم كهربا، قفشه، الشحات، مروان. احمد عبد الفتاح قال: اهم تشكيل اللي يكون قلبه على الفريق ويلعب برجوله وروح الابطال وروح الفانيلا الحمراء، وقتها ناخد كل البطولات. في فرق صرفت مليار ونصف وما عندهمش لعيبه بتلعب بروح الفريق. بصراحه تعليق مميز جدا من احمد عبد الفتاح. قال الخلاصه محمد احمد قال: الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، ديانج، السوليه، قفشه، اجاهيه، الشحات، مروان. محمود علي قال: الشناوي، معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السوليه، ديانج، اجاهيه، قفشه، الشحات، مروان محسن. كمان تعليقات اخرى. السيد الصديق بيقول: الشناوي، هاني، ايمن، ربيعه، معلول، السوليه، ديانج، قفشه، كهربا، الشحات، مروان. محمد حمدي بيقول: الشناوي، معلول، ايمن، ياسر، هاني، ديانج، السوليه، قفشه، حسين، اجاهيه، مروان. وفي الختام محمد فكري بيقول: الشناوي وايمن وربيعه ومعلول وفتحي وديانج والسوليه وقفشه والشحات واجاييه ومروان محسن. معظم التعليقات كلها رايحه في اطار، يعني بنتكلم من 7 لـ 8 لعيبه بتلعب في التشكيله الاساسيه خلال هذا الموسم، لكن كل الفريق بصراحه كان عامل موسم متميز جدا.